لنقول أعطيتكم أنا منذ قليل التوقيت بالتحديد، ولكن المغج ما بين الزوز أوقات هاني قلت لكم وقتاش تقريبا، دونك ماذا بكم تردوا بالكم وتسيسروا روحكم. إن شاء الله نهاركم مبروك سعيد. لقيت هذايا كما كل يوم تلقاو فقرتكم بوان غوت مع الجمعية التونسية للوقاية من حوادث الطرقات. كما كل صباح اليوم حاضر معنا أسامة نور الدين الباستي المكلف بالإعلام بالجمعية التونسية للوقاية من حوادث الطرقات، يعطينا نصيحة صباحية لمستعملي طريق. سي أسامة صباح النور. صباح الخير، نهارك طيب، تحية ليك وسي المنظر وكافة الفريق العامل معك ولجميع مستمعي ومشاهدي راديونا. شكرا ليك، ان شاء الله نهارك زين انت زيدة. اليوم دونك على شنو باش تحكي لنا، شنو هي نصيحتنا لليوم لمستعملي الطريق؟ نقول لمستعملي الطريق ولجميع مستمعينا ومشاهدينا، ان شاء الله نهاركم زين وورد وفل وياسمين، تمنياتنا ليكم بالسلامه على الطريق وين ما كنتم موجود. اليوم باش نحكيوا على التوقف العشوائي وتعطيل حركه الجولان. هذا لاحظوه تقريبا في زوج بلايص. المؤسسات التربويه بصفه عامه في الصباح ولا في العشيه يبداو خارجين الكامل، والا في بعض المحلات التجاريه الاخرى، والا خاصه في المناسبات. احنا نحكي على الناس اللي انهم يختاروا يوقفوا السياره امام باب المؤسسه في وسط الطريق، والا امام يعني المحل اللي هو قصده باش يقضي منه القضيه. يقول القائل فاش يتسبب هذا؟ هذا ينجر عنه تعطيل لحركة المرور، ولا زيد ثم شكون بعد ما يهبط صغيره مثلا أمام المؤسسة التربوية يعيط له ويقول له نسيت باش تبوس بابا ولا ماما، والولي يبدأ في راحة من عقله والسيارات وراه، السيارات قدامه، الدنيا حابسة وهو على باله، يكثر التزمير، تتوتر الأعصاب، تتشنج السواق، ممكن توصل للسب وشتم وعارك لا قدر الله، وهذا قاعد يصير كل يوم في حضور الصغيرات وهذا عيب كبير. في خضم هذا كل شنية الرسالة اللي نوصلوها لصغارنا مثل هذه التصرفات والسلوكيات؟ مش من الأحسن والأسلم أنه نختاروا مكان مناسب باش نحطوا سيارتنا حيث ما نعطلوش حركة المرور وما نتعصفوش على غيرنا ونحترموا القانون ونحترموا رواحنا وصغارنا؟ أنت إذا مزروب راه غيرك زاد مزروب، لكن فما قواعد ونواميس تحكمنا في الطريق إذا نحتزموا بها، وهو ملزوم علينا أنه نوقفوا السيارة أمام باب المؤسسة. وشنو هو باش يصير وشنو هي المشكل وما فيها باس؟ كان نقراو حساب الوقت زاد باش ما نتعلوش بمعاش بكر عليا وندخلوا في باب رب عذر أقبح من ذنب. وإذا مشينا خطوات الصباح كيوات 10 20 أو 30 متر مع صغارنا، شنو الإشكال؟ علاش يلزمني نحط سيارتي أنا أمام باب المؤسسة أو أمام باب المحل أو الجهة اللي أنا قاصدها باش نقضي منها قضية؟ وما يهمنيش في غيري ونحط دوزيام بوزيسيون وتروازيام بوزيسيون، علاش؟ خاصة في أوقات ذروة، وقت خروج تلامذة ولا وقت دخولهم ولا وقت المرواح من الخدمة، يعني في أوقات الذروة خاصة تكثر المشاكل هذه. أكيد واضح. هو راو السلوك هذايا هو راو فهمني مخالفة، يمثل مخالفة مرورية من الصنف الرابع وتستوجب خطية بأربعين دينارا اللي هو التوقف الفجئي دون موجب وسط المعبد. وهنا بالله نعطيه الفرق بين التوقف والوقوف. التوقف هو وقوف العربة بالطريق اللي نحكيه عليها طويق أنه بصورة مؤقتة، والوقوف هو يعني إسكات المحرك فني والوقوف تماما. واضح، شكرا لك. للجميع. أمين يا ربي. شكرا لك أسامة نور الدين الباستي، كانت هذه فقرتنا لليوم. بوان غوت. نخليكم مع أجمل ما